مع انطلاقة الأسبوع لم تسجل الزيارة الثالثة للرئيس المكلف نجيب ميقاتي في سجل زيارات التأليف الافتراضية إلى قصر بعبدة، فخلافا للتوقعات لم يعقد أي اجتماع جديد بين رئيس الجمهورية ميشيل عون والرئيس نجيب ميقاتي، علما أن مصادر مطلعة على جو الرئيس المكلف جازمت عبر الأوتيفي بأن أي زيارة الاثنين لم يكن متفق عليها مسبقا بين الرجلين، مؤكدة أن لقاء ثالثا سيعقد في غضون 48 ساعة لاستكمال البحث، وهو ما مهد له الرئيس ميقاتي بعد لقائه المطران عودي، معلنا ردا على سؤال أنه سيزور رئيس عون في اليومين المقبلين. وبالانتظار، فالسجال الذي استعار على جبهة ميرنا الشالوح السراي ببيانات مضادة لن يقف حاجزا أمام استمرار محاولات التأليف، كما تؤكد مصادر ميقاتي التي تحرص على القول بأن السجال لم يحصل بين بعبدة والسراي، إنما بين مكتب الإعلام للرئيس المكلف والتيار الوطني الحر. وتبعت المصادر المطلعة على جو ميقاتي بأن التواصل سهل، لكن المشكلة الأساسية في الخيارات التي ضاقت أمام رئيس المكلف والأولويات، فهو أي ميقاتي مصر على تخطي كل العقبات التي لا تؤثر على الأولويات التي وضعها لإكمال ما كانت بدأته حكومة معا للإنقاذ. ردا على السؤال عما إذا كان ميقاتي سيظل متمسكا بسحب الطاقة من يد التيار، فعلقت المصادر بالقول الأمر محسوم. هذه النقطة تحديدا والتي كان بيان مكتب ميقاتي بالأمس قد تطرق لها من باب قوله بأن المدخل الأساس للإصلاح ولا سيما بقطاع الكهرباء هو بإبعاد التيار عن وزارة الطاقة، رد عليها نائب التيار غسان عطالله بكلام موجه مباشرة لميقاتي. تأكيدا على اللي عم بيقوله الرئيس ميقاتي، يعني لأنه دايما هو كلامه بيكون يعني شفاف وواضح، انه قبل ما نستلم نحن الطاقه كانت 24 على 24، يعني بس استلمناها نحن رجعت لورا، يعني انه هيدا بياكد انه بس نفل رح ترجع 24 على 24. يعني يا ريت الرئيس ميقاتي شي مره هيك بيحكي مع اللبنانيين بطريقه فيها اكثر هيك وضوحا بالمواقف. يعني التيار الوطني الحر لا يتمسك بحقيبه الطاقه ولن يتمسك بحقيبة الطاقة، وسابقا بالحكومة الماضية كان غير متمسك بحقيبة الطاقة، وهيدا اللي نقال حتى قدام رئيس الحكومة، انه انت بتعرف انه من الحكومة الماضية نحن ما كنا متمسكين، انتوا اللي ما كان عندكم بديل لحقيبة الطاقة، ورجع اجا شخص وسطي اذا بدك تقولي حاول يعمل الشغل اللي المفروض ينعمل ويعطيه الف عافية دولة الطاقة. انه اليوم ما بيقدر الرئيس ميقاتي ولا غير الرئيس ميقاتي انه يفرض على رئيس الجمهورية شروطه بتأليف الحكومة. بتصور الدستور واضح بلبنان انه الاتفاق يتم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على تأليف الحكومة، اما بعد التصريح الاخير بانه سمح لرئيس الجمهورية يغير وزيرين ثلاثة، لا بنقول له اسمح لنا فيها، مش انت بتسمح لرئيس الجمهورية او تعطي رأيك بهذا الموضوع، انت بتطلع بتتشاور مع رئيس الجمهورية على شكل الحكومة مكتملة. بانتظار اللقاء الثالث والمرجح مبدئيا غدا الثلاثاء بحسب معلومات الاو تي في، فأوساط مطلعة على جو التأليف تشير الى ان لا جديد حكوميا والوضع لا يزال على حاله، علما أن الجو المتشنج الذي ساد أخيرا قد تخف حدته في الزيارة المرتقبة لميقاتي إلى بعبدة بحسب الأوساط المطلعة. بالمحصلة لا شيء يوحي بتأليف قريب، علما أن مع ميقاتي ما حدا بيعرف، تماما كما قالها غسان عطالله. في حكومة أو ما في حكومة مع دولة الرئيس ميقاتي؟ ما مستحيل تقدر تجاوب على هيك سؤال.